اهلا بكم. لو بتعاني من طنين في الاذن يا اخي الكريم، حاول انك انت تركز معايا، وان شاء الرحمن طنين الاذن اللي عندك ده هيختفي نهائيا. وعايز اذكرك بشيء، ان سبحان الله ربما يكون سبب طنين الاذن اللي موجود عندك جن، او سبب عين، او سبب حسد. كذلك ايضا لو المشكله طبيه، القران ربنا سبحانه وتعالى جعله شفاء من كل ده. كل ما ارجو منك انك انت تقوم تتوضى الان، اتوضى وحاول انك انت تستمع ليا في الدقائق اللي معدوده اللي جايه ديت. هتحس بثلاث حاجات. الحاجه الاولى، اول حاجه هتحس ان في وش جديد جدا في اذنك، بعد كده تحس بتنميل، وبعد ذلك الحاجه الثانيه هتلاقي ان في شيء بينسحب من اذنك لدراعك اليسار. الشيء الثالث هتشعر ببرودة، وبعد كده مش هتلاقي طنين الأذن موجود عندك إن شاء الله. كل ما أرجو منك بس إنك أنت تديني كل انتباهك، وتحاول إنك أنت تركز معايا في الدقائق المعدودة اللي جاية ديت. ها، توضيت؟ جاهز إنك أنت تستمع ليا؟ غمض عينك الآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله بسم الله بسم الله. يسحب الطنين من الأذن الآن، يسحب الطنين من الأذن الآن، يختفي الطنين اللي موجود في الأذن، يختفي الطنين اللي موجود في الأذن بأمر الله، يختفي الطنين اللي موجود في الأذن، يختفي نهائيا، يختفي نهائيا. فضرب بينهم بسور له باب، فضرب بينهم بسور له باب،
فضرب بينهم بسور له باب. أحرج بالله العلي العظيم على كل من يسكن في الأذن أن يخرج الآن. أحرج بالله العلي العظيم على كل من يسكن في الأذن أن يخرج الآن وينتقل للذراع اليسار. يسحب الطنين اللي في الأذن إلى اليد اليسار. يسحب الطنين اللي في الأذن إلى اليد اليسار. يسحب الطنين اللي في الأذن إلى اليد اليسار الآن. يسحب 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 بأمر الله. يسحب ويختفي نهائيا. يختفي نهائيا. ينقطع طنين الأذن وتختفي كل الآلام اللي في الأذن. تختفي كل آلام الأذن. تختفي كل آلام الأذن. تختفي كل آلام الأذن. تختفي بأمر الله. تسكن تسكن بأمر الله. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. والسلاسل يسحبون. والسلاسل يسحبون. والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. يختفي الطنين اللي في الأذن بأمر الله. يختفي الطنين نهائيا. يختفي الطنين. يختفي الطنين. يختفي الطنين. يختفي الطنين. يختفي الطنين. يختفي بأمر الله. فضرب بينهم بسور له باب. فضرب بينهم بسور له باب. تسكن كل الأوجاع اللي في الأذن ويختفي الطنين ولا يعود لها مرة ثانية. بسم الله بسم الله بسم الله. فضرب بينهم بسور له باب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا مرضت فهو يشفين. ويشفي صدور قوم مؤمنين. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وفجرنا فيها من العيون فيهما عينان تجريان. فيهما عينان نضاختان. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. تسكن الأذن الآن. تسكن الأذن الآن. تسكن الأذن الآن. تسكن الأذن الآن. ويختفي الطنين منها بأمر الله. يختفي الطنين. يختفي الطنين. يختفي الطنين. ويسحب كل من يسببه. ويسحب كل من يسببه. بسم الله. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا مرضت فهو يشفين. ويشفي صدور قوم مؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. بسم الله، فضرب بينهم بسور له باب تختفي كل الآلام اللي في الأذن، ويختفي الطنين، ويسكن الآن بأمر الله، يسكن الطنين بأمر الله، يسكن الطنين بأمر الله. أخي الكريم، لو راح الطنين من أذنك، يا ريت تضع لي كومنت أسفل الفيديو تكتب لي فيه، هل فعلا حسيت بتنميل في أذنك وبعد كده حصلت برودة، وبعد كده حسيت إن في شيء انتقل ليدك اليسار؟ لو الكلام ده صحيح، اعرف ان المشكلة اللي عندك كانت بسبب جن. ولو راح الطنين اللي في اذنك، احمد ربنا سبحانه وتعالى وصلي ركعتين شكر الله عز وجل، وما تنساش تكتب لي اسفل المقطع ايه اللي حسيت بيه اثناء استماعك لهذه الرقية المباركة، وانشرها لاصحابك واخوانك، فالدل على الخير كفاعله، جعلها الله عز وجل في ميزان حسناتكم اجمعين. ليكم اطيب تحياتي، انا اخوكم يوسف احمد، نلقاكم الحلقة الجاية إن شاء الرحمن في قناتكم تفسير الأحلام. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.